كنا نأمل من خلال زيارتنا كأعضاء مجلس محافظة لدولة رئيس وزراء أو حتى زيارة رئيس وزراء، يعني دولة رئيس الوزراء عندما جاء لبابل أشار إلى مبالغ مالية بقيمة 1,200,000,000,000 وبوينت يعني. ولكن اليوم نستغرب ونتفاجأ عندما نجد أن الأرقام التي سربت عن 274,000,000,000 هي حصة بابل، بالتالي هذه كارثة ستكون على بابل. اليوم حقيقة هاني كنت على تواصل مع الأخوة بعض نواب بابل واستفهمت منهم، أعتقد أنه الآن هنا وزيرة المالية الآن مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع. زين، بابل اليوم ايش قد كفيها موازنة؟ يعني هو أنا مثل ما قلت حضرتك تحدث عن 623,000,000,000 موازنة، 23 لم ترقى حتى أن تكون موازنة، باعتبار بابل تعرفين حضرتك وكل المشاهدين أنها بوابة أو ترانزيت لكل المحافظات، يعني هي تربط الشمال بالجنوب. تعرفين حضرتك أن المحافظات الدينية لا يمكن الذهاب إلا يا أستاذ مالت بزيارة 40,000,000 يطبوا لكم. نعم من الآن، يعني كل خميس أصلا، كل خميس وجمعة نتحدث عن ملايين يعبرون عبر بوابة بابل إلى النجف وإلى كربلاء. ابن البصرة ممر اليوم اللي يروح يزور محافظة كربلاء والنجف من خلال بابل، كل العراق يعني. سيدة الكريمة اليوم عندما يريد أن يذهب ابن بغداد إلى الجنوب يجب أن يمر ببابل، ابن الجنوب عندما يذهب إلى الشمال وإلى بغداد إلى كربلاء، بالتالي بابل اليوم ولو تتردون تحاولون الطريق خارج بابل أحسن منطقة مرور لابد أن تمرون في بابل. بالتالي كل هذا أدى إلى اندثار، أدى إلى استهلاك، طرق مستهلكة، وضع مزري. اليوم مجلس محافظة جديد لدينا قدرة على تقديم الخدمة، لكن بشرط أن توفر لدينا الأموال، وهذا ما أشرنا على الوزراء وعلى دولة رئيس الوزراء، وأكد لنا بأن هنالك دعم من قبلهم على لبابل، لكن فوجئنا اليوم بهذا الموضوع. أستاذ مهند، اليوم أنت كعضو مجلس محافظة معد الناس بهواية أمور وتفاجأت بهاي الموازنة، شو موقفك؟ يعني موقفنا واضح، أنا أتحدث عن مجلس محافظة بابل، موقف واضح. أنا كنت أتصل بالسيد رئيس المجلس قبل الآن أن أدخل الاستوديو، وكذلك بعض السادة الأعضاء، كان الموقف واضح، هنالك رفض قطعي لهذه الموازنة. هذه الموازنة نتحدث عن 2,650,000 مواطن، بابل بتعداد السكاني الآن أصبحت الرابعة على مستوى العراق. بالتالي يجب أن تكون هنالك موازنة على الأقل، لا نقول ترقى، لكن على الأقل حتى ننقذ بابل من الواقع المستشري. اليوم في بابل واقع كارثي، واقع خدمي كارثي، كل من يمر في بابل من المحافظات الفرات الأوسط بغداد الجنوب يقول أن بابل منكوبة. بالتالي اليوم كنا نأمل بزيادة حصتنا من الموازنة، خصوصا يعني اليوم أنا أسمع أبو البصرة يتحدث، طيب أبو البصرة عنده بترودولار وعنده منافذ وهو يتحدث ويعترض، طيب كيف لبابل؟ بابل لا بترودولار، لا منفذ حدودي، لا أي مورد جانبي لبابل غير الموازنة لا يوجد، ونرى رقم مخجل حقيقة يطرح لمحافظة بابل خلال هذا العام. نعم.